ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل حاجه حلوه قوي قوي، وهي كيكه الليمون. هي يلا يا ماما. والمقادير هي، اتكلمي يا ماما. ماشي، هنحط 3 بيضات و2 فانيليا و1 كوباية لبن و2 كوبايتين دقيق، وعليهم بيكنج باودر كيس واحد، وهنحط كمان ليمونة كبيرة، وهنحط بشرة الليمون. وهنحط شوية زيت صغير، يعني نص كوباية. بس يلا نبتدي. يا مايكل قلب سلبيد وانت تقلب. ونحط بشرة الليمون. كفاية تقليب. نحط كوباية سكر. سكرية كده ضخمة فمتكسرتش كويس. نخلي كويس السكر هو ده. بيت لبن ربع كوباية زيت. Thank you.
دقيق، نحط عليه طبق دقيق، لا شوية كوبايتين كوبايتين ملح ونص، كوبايتين دقيق ونص، وعليهم بيكنج باودر كيس، ورشة ملح صغننة خالص. نقلب الدقيق مع الملح مع البيكنج باودر كويس، ونحطهم بقى على البيكنج باودر، نقلب كويس دايما، نحط معلقة معلقة بالراحة شوية علشان ما يكرمش. لا ما تعكسش المضرب، لازم لما تقلب تقلب في اتجاه واحد. ماشي، والباقي بلخبط انت بقى اللي هتظبطي ده دول اخر شويه. ماشي بتقلت اخر حاجه بقى نحطها هي الليمون، هسيب الليمون ونعصرها على معلقه محتاجة شوية دقيق، نحط لها شوية دقيق.
كده احنا خلاص خلصنا. ماشي كده خلاص قربت تخلص، بعديها تتحط في الفرن. دي اهم حاجة. شوية دقيق علشان يلبس خلط الدقيق. وهنعمل كده علشان تتوزع في كل حته لان الكيكه بتبقى عاليه، لازم نخلي الدقيق يطلع لفوق شويه. شايفين؟ هنشيله هنا في اي طبق يعني، وهنحط الكيكه بعديها. شكلها حلوة يا ماما. الكيكة طلعت خلاص هي، وقولوا لمامتكم ان هي تعمل الكيكة دي معاكم، ولو عجبتكم الكيكة اعملوا لي لايك واعملوا لي سبسكرايب. باي باي.